ايه اللي حصل وايه الموضوع وليه هذه الثقة انعدمت وما هو الوضع الطبي والصحي في مصر خصوصا وضع الفيروسات كورونا ومتحوراته؟ هذه أسئلة ربما أطرحها على ضيفي عبر سكايب وكيل وزارة الصحة الأسبق الدكتور مصطفى جويش. أهلا وسهلا دكتور مصطفى. أهلا وسهلا نادر، أهلا بحضرتك. هي الناس ليه مش بتصدق الأرقام يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحسس نادر حضرتك والجميع السادة المشاهدين. هو الحقيقة الناس مش بتصدق لأنها حاسة بواقع مخالف للي بتسمعه. هو دايما الإنسان بنفسه يتمنى أن يسمع بيانات حكومية بتنقل واقع حقيقي هو عايشه ولمسه. يعني ما يكون عندنا كورونا منتشرة في كل بيت في مصر، الوفيات بتزيد باستمرار، عندنا إصابات في كل عيلة وفي كل أسرة، وفي نفس الوقت تطلع البيانات الرسمية أرقام هزيلة جدا لا تعبر عن الواقع، وبالتالي حتى الناس اللي بتموت بيلاقوا شهادة الوفاة مكتوب فيها فشل تنفسي، أزمة ربوية، التهاب رئوي. فبالتالي الناس بدأت تفقد الثقة وفقدها من مدة طويلة جدا، يمكن حتى من سنين، وحسب إحصائيات رسمية وبيانات من المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية يمكن من 4 سنين، قال إن 61% من الشعب المصري فقد الثقة لا في الحكومة ولا في المستشفيات الحكومية أصلا. لما جت أزمة كورونا الحقيقة وبدأ الموضوع ينتشر والناس كلها حاسة بيه، وبدأ مصر تنكر والعالم كله يؤكد، والحاجة العجيبة إن كان عندنا الإنكار أو في مصر أو الإثبات مرتبط بمناسبات. يعني مثلا عندك مثال في منتهى البساطة، لما في نهاية شهر نوفمبر من 3 شهور، يعني لما في بلجيكا قالوا وصلتهم سيدة مصابة بالمتحور الجديد أوميكرون من مصر، مصر نفت تماما هذا الأمر وفضلت تنفي بكل شدة. اللي عندي ما جاء مؤتمر شباب شرم الشيخ وانتهى المؤتمر ومنتدى الشباب العالمي، لما انتهى يوم 13 يناير بعدها بيومين فقط طلع اللي هو دكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة وقال عندنا الإصابات منتشرة جدا، وبعدها بيومين قال إن عندنا الإصابات منتشرة من شهرين. يعني بالتالي إن الإحساس المصري بانتشار الوباء كان إحساس حقيقي، كان التكتم الحكومي حتى يمر مؤتمر الشباب بدون شوشرة عالمية. دي الحقيقة الإشكالية اللي الناس حاسة بيها، إن الصحة بتأتي في مرتبة متأخرة جدا من أولويات الحكومة. دكتور مصطفى، لو تحطنا على يعني أبرز المستجدات بخصوص متحورات كورونا في مصر، وعاوز نصايح كمان صحية للناس، لأن إحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن بعض الناس بيقولوا إن هذه المتحورات أقل خطورة من فيروس كورونا نفسه، وهذه المتحورات ضعيفة ولا تستطيع أن تتوغل، وحالات الوفاة بخصوص هذه المتحورات قليلة. قل لنا صحة هذا الخبر، وكمان قل لنا هل الموضوع نقدر نعتبره نزلة برد بس شديدة شوية مثلا؟ أيوة، هنا ناخد الكلام على محورين. المحور الأول محور الكلام العالمي في دول أوروبا الصحة العالمية، وبعدين الكلام على مستوى مصر. الحقيقة لما ظهر متحور إوميكرون كان الكلام كله عليه إن هو أيوة متحور سريع الانتشار، لأن حدث فيه أكثر من 50 طفرة، منهم 30 طفرة في بروتين الشوكة اللي هو أصلا خاص بالعدوى فأصبح سريع الانتشار، ولكن قالوا إن عنده القدرة الإمراضية أقل من المتحور السابق اللي هو متحور بيتا متحور دلتا. وقالوا الحقيقة إن كان من ضمن الأسباب اللي كانت في أوروبا وأمريكا إن عندهم نسب اللقاح عدت 90%، لكن مع ذلك ببدء انتشار هذا المتحور في شهر نوفمبر وديسمبر، يعني من شهرين، وجينا إن رئيس الوزراء البريطاني بيقول إنه خايف من حدوث انهيار صحي مع زيادة الإصابات. فلما كنت دولة زي بريطانيا اللي هي من أقوى الدول في الناحية الصحية على مستوى العالم، رئيس الوزراء يقول إنه خايف من انهيار صحي، في نفس التوقيت تطلع الحكومة المصرية تقول إحنا تمام التمام، ويطلع القائم بالعمل للصحة يقول يا ريت ممكن يجي لنا اللي تخاف منه، مفيش احسن منه. مصر محفوظه يا دكتور. نعم، مصر محفوظه. ايوه، الحقيقه دي الحقيقه دي المشكله اللي بتدي عند الناس وعي مزيف، يعني بيحاولوا نوع من تزييف الوعي عند الجماهير. لكن على الحقيقه على على على, على التناقض، بنلاحظ ان حاليا بدا المسؤولين يقولوا كلام الحقيقه. يعني لما يطلع رئيس اللجنه العلميه من حوالي 10 ايام يقول
يقول إن كورونا موجودة في كل بيت في مصر. طيب لو قلنا في كل بيت في مصر، يا مصر فيها كم أسرة؟ حسب الجهاز المركزي للإحصاء مصر فيها حاليا 25 مليون و100 ألف أسرة. يبقى لو قلنا كل أسرة فيها مريض واحد، يبقى حسب كلام رئيس اللجنة العلمية عندنا 25 مليون مصاب. ده طبعا ده رقم كارثي، هو قاله في سياق الكلام كان الناس مش دارية، لكن يطلع الأرقام الرسمية تقول 2100 2500. لكن في نفس الوقت تطلع جريدة الإيكونومست البريطانية من حوالي أيضا 5 أو 6 أيام تقول إن الرقم الحقيقي في مصر 1400 مرة الرقم المعلن. يعني لو ضربنا 1400 في 2000 هيطلع برضه 25 مليون اللي اتكلم عليهم رئيس اللجنة العلمية. فواضح العالم كله راصد مصر، الموضوع مرصود ومدروس تمام التمام، لكن مع الأسف بيقولوا من المصريين، كان حتى حسب سؤال حضرتك يمكن الدكتور عوض تاج الدين كان اكثرهم وضوحا بصفته راجل عالم في مهنته كاستاذ امراض صدريه، قال ان يا جماعه اعتبروا اي دور برد اعتبروه كورونا الى ان يثبت العكس. والحقيقه دي القاعده العلميه حاليا، ان ايوه اي حد حس بدور برد شديد في اعراض تكسير في الجسم، احتقان في الانف، الام في الحلق، تكسير في العضلات يعني مش قادر يتحرك وكده، ياخد جنب ويحاول يعزل نفسه الى ان يتم له فحوصات او اشعاعات او اثبات انه مش انفلونزا. هذه القاعده الاساسيه حاليا، لانه فعلا حضرتك تفضلت بيجي شبه انفلونزا. لكن ها النقطه الثانيه، ان هو امتى بيكون اقل خطوره؟ لما يكون عندنا نسبه لقاحات بنسبه كبيره، واتضح في دول معظم الدول الاوروبيه اعلنوها إن أكثر من 90% من دخل المستشفيات كانوا لما تلقوا اللقاح. دكتور مصطفى، بما إن حضرتك ذكرت اللقاحات، إيه مشكلتنا مع اللقاحات في مصر؟ اسمح لي يا أستاذ نادر أقول لك حضرتك المشكلة بكل بساطة حسب تحليلي للموقف اللي أنا رصده. عندنا في مصر قطاع في وزارة الصحة اسمه قطاع الطب الوقائي. هذا القطاع أنا كنت بعمل فيه من سنة 76، قطاع قوي جدا، بيعمل حملات شال أطفال، وكان آخرها حملة في الشهر اللي فات بينزل في 4 أيام ادى اللقاح ل 15 مليون طفل على مستوى الجمهوريه. طيب لكن لما جت كورونا لما جت بدا يجي لها تمويل خارجي، كان اخرهم 40 مليون دولار. السفير الامريكي قالها في مؤتمر شرم الشيخ في يناير الماضي، قال ان بعت لمصر 40 مليون دولار، يعني هو قال 50 بالظبط، هو رقم 46، هو قال 50 مليون دولار، دول يساوي 700 مليون جنيه مصري جايين لحوافز مكافئات توعيه دعايه بخلاف اللقاحات. دي اخر دفعه جت، جاء قبلها دفعات من الاتحاد الاوروبي، من الاتحاد الافريقي، من الصحه العالميه، من اليابان، لتمويل كورونا كاجراءات لوجستيكيه غير اللقاحات. لما الفلوس دي جت وصلت بدها توصل مصر في نهايه 2020، بدل ما يخلوا الوقائي يشتغل شغلته في اللقاحات، لا، عملوا مشروع جديد داخل الوزاره زي كحكه او تورته موزعه على الحبايب، وتعمل لجنه كورونا في وزاره الصحه، لجنه كورونا في التعليم العالي، لجنه كورونا في مجلس الوزراء، وطبعا كل دي لجان يعني لها حوافز ومكافئات وفلوس، وبداوا يشغلوا ناس في هذا المجال بدون خبره. ليه؟ عشان في حوافز كثيره. ده قولا واحدا، دي القضيه الواضحه حاليا، بدليل لما نزل حمل شال الاطفال في 4 أيام الشهر الماضي طعموا 15 مليون، طب ما جيبوا نفس الناس يخلصوا لكم كورونا، يخلصوا كورونا كلها في اسبوع، ليه ما بيتجهوش ليهم؟ لان دي مشروع له فلوسه وله هيكله وله تنظيمه، بقى مختلف عن الموضوع الثاني. دي الفكره كلها، العيش بيقول ادي العيش لخبازه، هنا لا، احنا الفكره مين يستولي داخل منظومه الفساد على هذا الامر. وده كان بدليل لما ترمى، لما لقينا مرمي على الترعه في بني مزار في يوم 8 اكتوبر، يعني من 4 شهور، 120 الف جرعه لقاح على الترعه في محافظه المنيا. صحيح. حتى الان هذا الامر لم يذكره احد وتم اهماله تماما. ليه؟ لان في منظومه فساد موجوده في كورونا داخل مصر، وطالما مشروع زي ده في منظومه فساد فلن يتقدم ولن يحقق اي انجاز. اعلنوا في الشهر 10 الماضي ان بنهايه شهر سنه 2021 عندهم مبادره رئاسيه لإعطاء اللقاح ل 40% من الشعب المصري. بداية هذا العام كان كل اللي خد اللقاح في مصر حوالي 21%، يعني المبادرة الرئاسية فشلت في خلال العام الماضي. يبقى قدامنا دلوقتي مبادرة الصحة العالمية يوصلوا 70% في شهر يونيو، يعني بعد 4 شهور،
لكن بهذا الاسلوب يا استاذ نادر اللقاح كان بيطعمه كل يوم 500,000، اخر احصائيه اول امبارح وامبارح 200,000 كل يوم فقط، يعني معدل اللقاح بيقل مش بيزيد، لان في منظومه فساد موجوده. دي مش بالاشكاليه، لو تخلينا عن هذا الفساد هيبدا الموضوع يمشي. دكتور مصطفى، متفقين كلنا ان راس الحربه في موضوع كورونا وفي هذه الاوبئه والفيروسات المنتشره في العالم كله خصوصا، او موجوده كمان في مصر، واحنا بنتكلم عن مصر لان يهمنا مصر بالمقام الاول، راس الحربه هم الاطباء وطواقم التمريض والمسعفين. طبعا احنا كل يوم تقريبا حتى الان لا يخلو خبر او لا يخلو يوم الا من اصابه حد من الطواقم الطبيه او من الاطباء او وفاته. الطواقم الطبية، الأطباء، تمريض المسعفين دلوقتي بعد سنتين من ظهور هذه الأزمة، أزمة كورونا اللي ظهرت في فبراير 2020، أين الطواقم الطبية وما هو دور الحكومة في التعامل مع الطواقم الطبية؟ وهل الأطباء واخدين حقهم دلوقتي ولا لأ؟ لأنهم زي ما قلنا وكل الناس بتقول إن هم راس الحربة، فين الأطباء والممرضين والمسعفين من أولويات الحكومة خصوصا إن هم شغالين في هذه الأزمة؟ الحقيقة من ناحية الأولويات ليس لهم أي أولوية في مجال الحكومة حتى مع وجود كورونا، بدليل إن في بداية سنة 2020 لما العالم كله بدأ يتكلم على الجيش الأبيض، كنا هنا في لندن بنخرج كل يوم خميس في العام من سنتين، نقف في الشارع كل الدولة في ساعة محددة كل يوم في الشبابيك، وكان في حظر تجوال أيامها، وكان في حظر كامل مجرد تصفيق بنية إحنا بنشجع الفريق الطبي. يوم يطلع عندنا في شهر 4 سنة 2020 في شهر أبريل، نفاجأ إن السيسي رايح في الجهاز القوات المسلحة للإمداد والتموين وبيستعرض إمكانيات الجيش الكاكي بمقاومة كورونا، حتى لفظ الجيش الأبيض أصبح مهمل تماما في الحكومة المصرية. ليه؟ الجيش اللي تولى الموضوع وقتها وكانت طبعا ظاهرة واضحة جدا. الأطباء حاليا كان بيشتكم من نقص الإمكانيات ونقص المعدات ودي حاجة، بيشتكم من سوء بروتوكولات العمل، بيعملوا ساعات طويلة جدا بحيث بيموتوا من الإرهاق، يعني حتى اللي ما بيموتش من العدوى بيموت من الإرهاق. الحاجة الثانية بنجد ان الوفيات في الاطباء حاليا وصلوا من الرقم الرسمي المعلن 668، وقالوا ممكن يكون اكثر من 700، ده غير الناس اللي ما شخصوش كورونا من الاصل. والحقيقه عندنا احصائيه في منتهى الغرابه عن الوفيات، ان طلع ان 13% من الجراحات النساء والولاده، 14% من جراحين العظام والجراحات، يعني اذا نسبه كبيره من هؤلاء يعملون داخل غرف العمليات المغلقه، دي بيسموها زياده الحمل الفيروسي. ليه؟ لفساد منظومه التحكم في العدوى داخل المستشفيات، يعني الدكاتره الشغالين ناقص امكانيات، ناقص مستلزمات، ساعات عمل طويله، الاجازات ممنوعه، عندنا طبيبه توفاها الله وكانت حامل في اخر شهر رفضوا يدوها اجازه، طبيبه ثانيه في الصحه النفسيه بعين شمس رفضوا يدوها اجازه رغم انها كانت والده، دي اجازه وجوبيه. الحاجه الثانيه مع كل ده بنلاقي ان التعقيم داخل المستشفيات والتحكم في العدوى داخل المستشفيات نفسه قاصر جدا، بدل الاطباء يموتوا، زائد عنصر ثاني في منتهى الخطوره اللي هو عنصر الدعم النفسي، وده حاجه في منتهى الخطوره. ليه؟ لان طلع عندنا قانون رقم 16/2018 بيتكلم على حقوق لضحايا العمليات من الجيش والشرطه، كان مطالب الاطباء يتساوم بهؤلاء العمليات، لان كورونا لا تقل عن اي حرب في مستوى العالم. الحكومه رفضت تماما هذا الامر وأصدرهم قانون اسمه قانون صندوق مخاطر المهن الطبية، يعني الأطباء والصيادلة والتمريض يدفعوا اشتراكات شهرية، واللي يموت ياخد من هذا الصندوق اللي هو أصلا جاي من جيوبهم. وطلعت وزيرة الدكتورة هالة زايد أيامها قالت لا، مش أي حد يموت هياخد من هذا الصندوق اللي هو أصلا من فلوسهم، اللي يموت فقط داخل مستشفيات العزل ده أنا أعتبره شهيد. الباقيين نسميها عادية ومجتمعية. كان وقتها عدد الاطباء اللي ميتين 500 يتلاقي ان عندي 100 بس او 115 اللي هم داخل مستشفيات العزل، حتى في تلك الامر حصل نوع من التنمر والاقصاء لاستفاده الاطباء من فلوسهم، ده هم اصلا دافعين اشتراكات بعيدا عن اي موازنه للدوله. الحد ده بيسموه عنصر الضغط النفسي، فبالتالي بيبدو الاطباء واعين بيزي بدون مطرقه وسندان، مطرقه كورونا وسندان القرارات الحكوميه الظالمه الاقصائيه، وفي نوع من التنمر.
لما لاحظنا مثلا حضرتك تفضلت في المقدمه الجميله عن موضوع الموضوع نقص الاكسجين، وكان عندنا صوره ممرضه في مستشفى الحسينيه في بدايه في يناير شهر مارس عام 2000 في يناير، ايوه يناير من العام الماضي 2021، الممرضه قعدت منهاره. دي لقطه بيسموها على مستوى العالم حاله البيرن اوت، او الاحتراق الداخلي او الانهاك الجسماني النفسي العاطفي الوجداني. البنت قاعدة في الارض مش عارفه تعمل ايه اصلا، منهاره من جميع الجوانب. تلك الحاله اللي عايشها جميع حاليا داخل مصر. الحاجه الاخطر الثانيه ان مع فقدان الثقه في المستشفيات الحكوميه اللي اصلا حاليا متاحه كلها 70% شغال مركزه حسب تقارير الوزاره، بيلجا المرضى الى المستشفيات الخاصه الى العيادات الخاصه. كل دول خارج الاطار النهائي وغير محسوبين كمواجهه اساسيه من الجيش الابيض لهذا الوباء. اشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى جويش، وكيل وزاره الصحه الاسبق.